قال سعادة الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية إن استضافة الحلبة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 كانت له عوائده الكبيرة على مملكة البحرين، والتي استطاعت أن تنافس وبجدارة في تنظيم هذا السباق. طبعا باستضافة حلبة البحرين الدولية بجائزة الكبرى لطيران الخليج وسباق الفورمولا 1 المكاسب يعني كبيرة على المملكة وطبعا على الحلبة. الحلبة قدرنا ان احنا نثبت روحنا من 2004 كافضل الحلبات اللي تنظم هذا السباقات، من ناحية حتى المارشلز اللي يساعدونا من برئاسة الشيخ عبد الله في الاتحاد الدولي، صارت هذه الكفاءات باستضافة سباق الفورمولا 1 يسافرون لعدة الدول وينظمون سباقات عندهم، فاحنا بدينا او قدرنا ننافس العالمية بالشباب البحريني والشابات البحرينية اللي يعني ركزوا على نبني شيء جديد لهم باستضافة هذا السباق الفورمولا 1.